المرأة الفلسطينية ذات القيمة الخاصة والحياة المختلفة، المرأة النضالية ذات التاريخ النضالي المشارك للرجل في كافة المجالات في الحياة الاجتماعية السياسية والوطنية عامة. في هذا اليوم المميز وفي أولى سنوات الاحتفال به من بعد إقراره من مجلس الوزراء لهذا العام لأن يكون لهذا اليوم مميز خاص بالمرأة، اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية، بنوجه تحياتنا من فلسطين هذا الصباح ومن تلفزيون فلسطين إلى المرأة الفلسطينية أينما تواجدت في أرض الوطن في الداخل وفي الشتات. كل عام وهي بألف خير، كل عام تبقى ألف خير يا رب. كل عام وأنت بألف خير نورة، وصباح الخير لإليك ولإلكم مشاهدينا. عادة في 8 آذار كل العالم بيحتفل بيوم المرأة العالمي، لأنه عادة المرأة لها خصوصية بكل مكان، ولكن بفلسطين لها خصوصية مميزة. المرأة والسيدة الفلسطينية الشهيدة الأسيرة المناضلة المرابطة، المرأة الفلسطينية اللي بتبدع بكل المجالات. يوم 26 من تشرين الأول أعلن اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية، واليوم إحنا بنحتفل بكل ما قدمته المرأة الفلسطينية من إنجازات، من مسيرات أيضا طلتها بكفاح وإنجاز مستمر. وهالحلقة بنخصصها لكل سيدة وامرأة فلسطينية، كل عام وأنتم بألف خير. نعم، اليوم من خلال برنامجنا رح نتحدث عن تاريخ هذا القرار ولماذا اختير 16 من تشرين الأول لأن يكون هو وأن يعتمد للمرأة الفلسطينية يوما وطنيا خاص بها، على خلاف نساء العالم التي تحتفل في 8 آذار عالميا وسنويا. رح نتحدث كمان عن المرأة الفلسطينية، رح نطل عليها من خلال أيضا نوافذنا والمباشرات الخاصة مع زملائنا لهذا اليوم، قصص نجاح، قصص كفاح أيضا ثابرت وبقيت المرأة الفلسطينية حاضرة فيها دائما. ولكن كالمعتاد احنا بنحب نبدأ دائما بفقراتنا الثابتة، الحالة الجوية، ونتبعها بعدها بالجولة الإخبارية لهذا اليوم. أنا فلسطينية من بلدة بريق. أنا فلسطينية من المجدة. أنا من مدينة يافا. أنا فلسطينية من صفد. أنا من بشيك. أنا من بئر السبع. أنا فلسطينية من مدينة حيفا. أنا من بلدة سمسم. أنا من السجعية. أنا فلسطينية من بيسان. أنا من نابلس. أنا من الخليل. من كركي. أنا من بلدة حلقات. أنا فلسطينية من بيت لحم. أنا من يبنى. أنا فلسطينية من بلدة بيت جرجة. أنا فلسطينية من أريحة. أنا من بربرة. أنا فلسطينية من رام الله. أنا من حمامة. أنا فلسطينية وأبكى حلم الجوبة. أنا فلسطينية من قرية عاقر. أنا فلسطينية من غزة. أنا من جدود. ويا رب تعود. من جديد يسعد صباحكم مشاهدينا لتفاصيل الحالة الجوية لهذا اليوم السبت 26 من تشرين الأول. بيكون الجو بارد نسبيا في المناطق الجبلية ومعتدل في بقية المناطق، بترأى انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق، بتكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، رياح غربية لشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموجة. لأن مشاهدينا نستعرض برفقتكم درجات الحرارة العظمى المتوقع أن تسجل نهار هذا اليوم في محافظات الوطن. ببدأها من القدس 22 درجة مئوية، من المتوقع أن تسجل في رام الله 21 درجة مئوية، نابلس 23 درجة مئوية، ترتفع في طباس وجنين لتسجل 26 درجة مئوية، في طول كرم وقلقيلية أيضا 25 درجة مئوية، سلفيت 22، بينما في أريحة ترتفع العظمى لتصل إلى 31 درجة مئوية، بيت لحم 22، وأخيرا مع الخليل 21 درجة مئوية. بانتقالنا إلى المحافظات الجنوبية واستعراض درجات الحرارة هناك، غزة 25 درجة
درجة مئوية، دير البلح 26 درجة مئوية، خان يونس 25، وأخيرا معرفح 27 درجة مئوية العظمى المتوقعة لهذا اليوم. من المحافظات الجنوبية مشاهدينا إلى استعراضنا للعواصم لبعض العواصم العربية والعالمية. نتمنى لكم مشاهدينا دائما السلامة في ظل هذه الأجواء. ومن الحالة الجوية لهذا اليوم للزاوية الإخبارية مع يارا. صحيح مشاهدينا، إلى جولة في الصحف الإخبارية، الحياة الجديدة، الأيام والقدس. السادس والعشرين من تشرين الأول، عنونت الحياة الجديدة: مقتل شاب في نابلس خلال إزالة التعديات وفعاليات المحافظة تؤكد الاستمرار في الحملة. وبموجبه عزى سيادة الرئيس والد الشاب الشايب. وأيضا أكد دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد شتية أن القانون فوق الجميع وأرواح الناس ليست بالرخيصة، والشرطة قبضت على المشتبه به وضبطت سلاحه. نتابع أيضا من الحياة الجديدة: عشرات الإصابات برصاص الاحتلال في غزة وكفر قدوم، والمستوطنون يواصلون اعتداءاتهم، حيث في تفاصيل هذا الخبر تم اعتقال مواطنة مقعدة من بيت لقيا واحتجاز مصور من وكالة وفاء الإخبارية، وشاب آخر خلال مواجهات بالخليل وإغلاق مداخل عزون. نتابع أيضا: مسيرات العودة في قطاع غزة تتواصل دون أمل حقيقي. مشاهدينا، يمكنكم متابعة هذا التقرير على الصفحة الأولى لصحيفة الحياة الجديدة. وعلى النطاق العربي، اللبنانيون يواصلون الاحتشاد في الشوارع والساحات ويؤكدون الثورة مستمرة. إلى صحيفة الأيام. صحيفة الأيام لهذا الصباح: السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، صرف المنحة القطرية ل 75 ألف أسرة في قطاع غزة، وبين أن الصرف سيكون وفق الآلية المعمول بها خلال المرات السابقة للأسر التي تم اختيارها وفق المعايير والشروط المتفق عليها بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية بغزة. سلطات الاحتلال تهدد بوقف الصادرات والواردات الفلسطينية بسبب أزمة الأبقار والمواشي. وفي تفاصيل هذا الخبر، هذا الخبر جاء كتقرير لمحلل الشؤون الفلسطينية في هيئة البث الإسرائيلي. وكشف التقرير عن أن الحكومة الإسرائيلية تدرس إلغاء مصادقتها على إدخال المساعدات التي تقدم على شكل سلع ومنتجات ومعدات للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، هذا بالإضافة إلى وقف تصدير زيت الزيتون والتمور من فلسطين إلى الدول العربية. نتابع أيضا من الأيام: الكنيسة الأسقفية في أمريكا تقرر سحب استثماراتها من شركات داعمة للاحتلال، وجاء ذلك في خطوة مماثلة لها، وهذه الخطوة اتخذتها عدة كنائس منها الإنجيلية اللوثرية والميثودية المتحدة والمسيح المتحدة. إلى صحيفة القدس: خطباء المسجد الأقصى بمناسبة اليوم الوطني للمرأة، المرأة الفلسطينية لها خصوصية لما تتعرض له من انتهاكات من الاحتلال، فهي تقاتل منذ ثورة عام 1929، وأشاروا إلى أن المرأة لها كيان واحترامها واجب بكل ما تتعرض له من انتهاكات من الاحتلال الإسرائيلي. بدء التوقيت الشتوي في فلسطين الليلة الماضية، حيث تم تأخير عقارب الساعة لساعة واحدة.
وأيضا من صحيفة القدس. وفي آخر خبر اخترناه لكم، ماليزيا تفتتح سفارة لها في فلسطين، حيث أعلن رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد أمس أن ماليزيا ستفتتح هذه الوزارة في فلسطين لتقديم المساعدات للفلسطينيين بسهولة أكبر. كانت هذه كافة الأخبار التي جاءت على الصحف المحلية الثلاث، الحياة الجديدة، الأيام، والقدس. يا شمس الدنيا والوطن وشعل النضال، وانت في عز المحن صوت الموال، انت اللي أسست البيت وبنيت رجال، يسعد صباحكم من جديد مشاهدينا، ومن جدد التحيات للمرأة الفلسطينية في صباح هذا اليوم المميز، اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية. ومن بداية هذا المشوار الصباحي نحن ندخل بتفاصيل إقرار هذا اليوم، دلالاته، نرجع لعام 1929 ونربطه كمان بهذا التاريخ، يعني مع ضيفتنا في الاستوديو رئيس وحدة العلاقات العامة في وزارة شؤون المرأة سيدة ماجدة معروف. أهلا وسهلا فيكي، كل عام وأنت بألف خير، وأكيد تحيات موصولة لطاقم شؤون المرأة ووزارة أيضا شؤون المرأة لكافة العاملات هناك والعاملين لا يزعلوا. يسعد صباحك نورة. يسعد صباحك يارا، ويسعد صباح المشاهدات والمشاهدين جميعا. أهلا وسهلا فيك. طبعا إحنا اليوم كتير حابين أن نخصص هذا اليوم للمرأة الفلسطينية، إنها فعلا هي تستحق. وتسعين سنة تقريبا على نضال المرأة الفلسطينية، وخصوصا المؤتمر اللي تم عقده في عام 1929، هذا المؤتمر اللي جمعت فيه سيدات من مختلف أنحاء فلسطين اجتمعوا في القدس ليوحدوا صوتهم الفلسطيني، ومن هون جاء اختيار هذا اليوم الوطني يوم المرأة الفلسطينية. بداية خلنا نتحدث عن أهمية هذا اليوم ودلالته ورمزيته أيضا. في البداية بدي أتقدم بتحية إجلال وإكبار للمرأة الفلسطينية أينما وجدت، في غزة، في القدس، في كل المدن الفلسطينية وفي الشتات. وأهمية هذا اليوم تكمن في تسليط الضوء على نضال تاريخي للمرأة الفلسطينية. من أكثر من 90 سنة والمرأة الفلسطينية موجودة في كل الساحات، على النضال ضد الاحتلال، على النضال المجتمعي، على تميزت وأبدعت، هي المرابطة، هي الصابرة، هي الصامدة، هي المتميزة في كافة المجالات. من بالضبط من 1929 في صباح 26/10 300 امرأة في شوارع القدس بين مبانيها المميزة بالطراز المعماري للقدس في تلك الفترة، والنساء بزيهم التقليدي، توجهوا إلى منزل طرب عبد الهادي لعقد أول مؤتمر نسوي فلسطيني. وكان المؤتمر برئاسة زكية الحسيني. اتخذوا قرارات سياسية لأول مرة المرأة في مؤتمراتها، بالعادة كانت تقوم على اللوجستيات ودعم الثوار والمناضلين، وهاي المرة لأول مرة أخذت قرارات سياسية. أخذت هاي القرارات وطلعت فيها على بيت المندوب الثاني البريطاني، طالبته بإلغاء وعد بلفور، بوقف هجرة اليهود، وبحسن معاملة السجناء. بعد هيك جابوا شوارع القدس ب80 سيارة وذهبوا إلى بيوت القناصل والسفراء ليطلعوهم على الأوضاع، وانطلقت في مسيرة المشاركة في
نضالها ومشاركتها في المظاهرات وثورة البراق، وكان في عنا 9 شهيدات فلسطينيات، 7 منهم عرفنا أسماءهم وتنتين مجهولات الهوية. فتحول يعني أخذت خطوة، تحولت فيها من النضال المساند والداعم للرجل للنضال الخاص فيها. وبعد هيك أنشئت كمان زهرة الأقحوان اللي هي أول منظمة نسوية للكفاح المسلح. طب دور وزارة المرأة في هذا اليوم بالذات، أنتوا دعمتوا أنه يكون في يوم خاص بالمرأة الفلسطينية، يوم وطني لها، طبعا على يعني اختلاف، احنا بنعرف أنه عالميا موجود هو اليوم عالمي، ولكن المرأة الفلسطينية كان لها وضع خاص فاحتاجت أن يكون في لها يوم وطني خاص. دعمتوا أنتوا هذا أنه يكون في هذا اليوم، ولكن إيش بتدعموا كمان أنها تتغير حال المرأة الفلسطينية من بعد أنه سنوي هلأ في إلها يوم، سنوياً في يوم مخصص في كل الوزارات، الاتجاه في كل الوزارات طبعاً، وحتى في المجتمع المدني عامة وفي الشارع الفلسطيني بتم الاتجاه النظر كمان للمرأة الفلسطينية، كيف رح يختلف من بعد هلأ ما وضعنا يوم مخصص لنعلن فيه كل هالتاريخ ونعلن فيه كل هالإنجازات الخاصة بالمرأة؟ السنة هاي لأنه أول مرة بنحتفل بهذا اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية، ركزنا على أنه ننشر الوعي حول ليش كان في يوم وطني للمرأة الفلسطينية وليش اخترنا هذا التاريخ، نشر الوعي وخاصة بين الفئات الشاب. فعملنا مجموعة يعني نشاطات مع الوزارات المختلفة، كان في إشي مع التربية والتعليم عشان ننشر الوعي بين طلابنا وطالباتنا يشوفوا جداتهم الفلسطينيات كيف كانوا بيناضلوا، فكان من خلال النشاطات اللامنهجية تركت لهم حرية الاختيار كيف يعرفوا الطلاب والطالبات بهذا اليوم. وزعنا عليهم كتيب اللي رصدنا فيه كل هاي المرحلة وكل المعلومات والحقائق حول الموضوع، وأطلقت مسابقة رسم للأطفال حتى نشوف كيف هم بيشوفوا المرأة الفلسطينية في هاي المرحلة. واشتغلنا كمان مع الجامعات لأنه كمان فئة الشباب والشابات الجامعات مهم إنهم يتعرفوا على اليوم الوطني للمرأة وليش اخترنا هذا التاريخ وتاريخ النضال الطويل للمرأة الفلسطينية. ويعني كمان تركت لهم حرية اختيار الأنشطة كيف بيشوفوا مناسب. اشتغلنا مع الفنانين والفنانات، رح يكون عندنا معرض رسومات خاص بكيف بنتصور المرأة الفلسطينية بنضالها وبتاريخها. و يعني كان في عدد كبير من الفعاليات أكيد والأنشطة اللي يعني وزارة شؤون المرأة ما بنفع تشتغل لحالها، لازم تشتغل صحيح مع كل الشركاء. صحيح، هو بالنهاية عمل متكامل متعاون، لأن المرأة الفلسطينية هي بتبدع بكل المجالات وهي موجودة أصلاً وحاضرة في كل المجالات، سواء حتى في المؤسسات الحكومية وحتى كمان أيضاً في المؤسسات الخاصة، في كل مجال المرأة موجودة. أنا كمان حابة أشير للصفحة على الفيسبوك اللي عملتها وزارة شؤون المرأة تحت عنوان اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية الصينية، وقديش هالصفحة نشيطة، قديش لكم عمالكم تشتغلوا عليها بصراحة. كل يعني ساعة وساعة بنلاقي فيديو قصير عن مرأة فلسطينية بتحكي حكايتها، سواء كانت هي من المشاركين النشطين في المجتمع أو حتى إنه هي حتى ربة منزل وسيدة منزل، هي كمان موجودة، هي فعلا إلها القدرة على ترك بصماتها وين ما كانت. فخلنا نشير لهاي النقطة وعن هاي الصفحة بالتحديد. هذا يعني جزء مهم من اللي عملناه عشان نشر الوعي، إطلاق مواقع التواصل الاجتماعي حتى يعني نحاكي لغة الشباب أكثر، نوصلهم المعلومة بطريقة مفيدة وممتعة في ذات الوقت. يا شمس بتضوي الوطن اللي عرضتوها على تلفزيون فلسطين وكل الفيديوهات اللي عم تنعرض حول الموضوع، يعني وصلنا كثير ملاحظات وتعليقات حول هاي الصفحة إنه أبدعته ونجحته وممتعة وبنتابعها أول بأول. وأنا بنصح اللي لسه ما شافها يحط على موقع فيسبوك اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية، راح يشوف كتير معلومات وفيديوهات، وما زالت مستمرة وستظل، يعني هي منبر نوصل من خلاله لكل الناس بتنوع أدوار المرأة الفلسطينية تاريخياً، وبنربطها بحالياً وبنستشرف فيها المستقبل، وراح تكون مستمرة ولسه في كمان مفاجآت على هاي الصفحة. يعني أبدعنا، مش أنا اللي بقول عن حالي، الناس جمهورنا هو اللي حكى في هذا الموقع، كان في كتير معلومات مهمة واستمتع الجمهور فيها من خلال التعليقات. كمان بدي أضيف إنه
الإعلام الرسمي، الإعلام التقليدي خلينا نسميه، التلفزيونات والإذاعات دمجناهم من بداية العمل على هذا الموضوع، وكانوا جزء منه، مش مواكبة يعني كأي تغطية إخبارية عادية، بالعكس كان لهم دور. يعني إحنا وضعناهم بصورة تفاصيل اليوم الوطني، وليش اخترنا نعمل يوم وطني للمرأة الفلسطينية وفي هذا التاريخ بالضبط. فدمجنا كل وسائل الإعلام معنا، تجاوبوا وعملوا برامجهم الخاصة ضمن أخبارهم، سلطوا الضوء على قصص نجاح المرأة الفلسطينية، شاركوا مواقع التواصل الاجتماعي، عرضوا كثير من الفيديوهات والأشياء اللي عم ننتجها. طيب ممتاز. إحنا بنتحدث أنه اليوم الوطني تم إقراره أنه يكون في 26 يعني اليوم، ولكن الاحتفالية هذا العام رح تكون غدا 27 من تشرين الأول في قاعة أحمد الشقيري في مقر الرئاسة في مدينة رام الله. تحدثينا عن التحضيرات لهذا الاحتفال. بدي أحكي لكم عن الجو في الوزارة، خلية نحن الكل انتمى للفكرة ويعمل عليها يعني بشغف. ترتيبات كبيرة عم تنعمل عشان بكرة، في سلسلة إجراءات رح نعملها. طبعا رح يكون هو أجواء احتفالية أكثر، رح يكون في يعني ندمج الفن في الاحتفال، لأنه حتى الكلمة وحتى الصورة وحتى الأغنية والرسمة هي نوع من أنواع النضال، هي كلها بدنا نركز فيها، نسلط الضوء على أدوار متعددة للمرأة الفلسطينية. رح يكون في معرض الرسومات اللي حكيت عنه للفنانين والفنانات، ورح يكون في فقرات فنية متنوعة. جميل جدا. وايضا يعني كما ذكرتي انه الطاقم في وزاره شؤون المراه خليه نحل، الكل عماله بيشتغل، الكل منتمي للفكره من اول ما اعلنت الوزيره انه حبها لهي الفكره واطلاق مثل هذا اليوم. خلينا نسمع منك كيف كانت التجاوب كان في الوزاره. في البدايه يعني بدانا نفكر انه ايش بدنا نعمل في اليوم الوطني للمراه الفلسطينيه، ومن لما يعني صدر القرار من مجلس الوزراء في شهر 7 لهلا واحنا نعمل بصمت، كل حدا فينا اخذ جانب وزاويه يبحث. يعني عمليه البحث التاريخي عن المعلومات كانت كثير مشوقه، كثير متعبه، كل ما كنا نحقق انجاز في هذا الجانب كنا يعني نفرح ونسعد انه لقينا معلومه، لقينا صوره، لقينا جريده بتحكي عن الموضوع. عملنا على كثير اشياء، كل حدا فينا كان يعني أخذ زاوية وعمل عليها بحب بشغف، عشان هيك لما تعملي إشي بتحبيه أكيد رح يوصل، لما تكوني مقتنعة من الإشي اللي بتعمليه أكيد رح تقنعي الآخرين. جمعنا كل الأشياء اللي ممكن تنعمل، فكرنا بكل الاتجاهات، بكل الشركاء، كيف ممكن ننشر الوعي للجمهور بأكبر عدد ممكن نوصل له. ممتاز، يعني يعطيكم ألف عافية وجهودكم إن شاء الله مباركة. يعني حابين هيك في الختام تعطينا رسالة من وزارة شؤون المرأة للمرأة الفلسطينية عبر شاشتنا تلفزيون فلسطين. تحية إجلال وإكبار لنساء فلسطين أينما وجدوا، لأمهاتنا، لأخواتنا، لجداتنا، المرأة الفلسطينية المبدعة المتميزة اللي كانت وما زالت وستظل هي حاملة الهوية، حامية الوطن، حامية العائلة، حامية، تقدم كل ما أمكنها لوصول الدولة الفلسطينية المستقلة والعدالة الاجتماعية. كل عام والنساء بألف خير بمناسبة اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية. وانت بألف خير، وإحنا كمان نتمنى لأنه يضل الواقع المرأة الفلسطينية واقع مزدهر وعماله بتطور بكل مجالات الحياة. كل الشكر لإلك ضيفتنا ماجدة معروف رئيس وحدة العلاقات العامة في وزارة شؤون المرأة، شكرا. أهلا وسهلا فيك. شكرا لك. وإحنا مشاهدينا حبينا كمان نبدأ صباحنا بكمان بنوافذنا المباشرة. اليوم رح تطل علينا زميلتنا ريما العملي، ورح تكون برفقتها فرقة زنار للتراث الشعبي وحفظ الهوية الوطنية في الأعراس الفلسطينية. خلينا نسمعهم ونكون معهم كمان هلا. أكيد، يسعد صباحك ريما، وكل عام وأنت بألف خير، وأيضا فرقة زنار للتراث الشعبي كمان بألف خير. صباح الخير. يسعد صباحكم يارا ونورا، وصباح الخير والمحبة
والوطن والهوية لكل أبناء شعبنا. اليوم بمناسبة يوم المرأة الوطني اللي بنعتز فيه واللي بنعتز فيه أكثر بالمرأة الفلسطينية اللي ناضلت جنبا إلى جنب إلى جانب الرجل عبر العقود الماضية، وهي مستمرة في النضال ولا تقل عن الرجل في ذلك في كل المجالات وفي كل الصعود. اليوم من عصير الشمالية البصمة والهوية اللي بتتركها فرقة زنار للتراث الشعبي هي فرقة جدا مختلفة، وهي فرقة متفردة بتوقع في فلسطين، لأنها هي مجموعة تجمع أربع أجيال من الثمانينات والسبعينات، يعني بنقول في عمر الثمانين والسبعين والستين والخمسين متواجدين معنا في هذه الفرقة. اليوم للأسف بسبب ظروف مختلفة كان معنا بس عنا ست نساء أو سبعة من الفرقة المكونة من 15 واحدة بسبب ظروف الزيتون. بتعرفوا حجاتنا بيحبوا يروحوا على الزيتون، واليوم موسم، واكيد في بعضهم يمكن المرض حال دون وجود وبنتمنى له شفاء. هذه الفرقه استطاعت ان تترك بصمه في اطار الحفاظ على الهويه الفلسطينيه. فبداية بدنا نحكي مع السيد تيسير حمادني اللي هو العاشق للتراث واللي بيحب يحافظ عليه ومدير متحف عصير الشمالي، ونحكي قديش انت مهتم بانه هدول النساء يكونوا موجودين في كل المناسبات الوطنية الفلسطينية. اهلا وسهلا بكم في عصير الشمالية. نعم. فطبعا جداتنا امهاتنا اخواتنا هن اللي رفعن وضع التراث في فلسطين، وبرفعن رؤوسنا دائما في الأغاني الشعبية والثورية. كيف بتشوف دور المرأة في الحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية تحديدا اليوم مع فرقة زنار وإنهم أخذوا على عاتقهم يحاولوا ينشروا تراثنا من جديد؟ شهرتهم اللي وصلت لكل أنحاء فلسطين والعالم العربي. نعم. بالأغاني الشعبية الفلسطينية طبعا انتمى لهم كل الاجيال اللاحقه كلها بتنتمي وبتحبهم، وباذن الله تعالى عندنا كمان فرق من الشبابيه بترتدي الثوب الفلسطيني والدبكه الفلسطينيه، فهذا يعني نوع من الحفاظ على التراث الفلسطيني. انا بدي اشكرك جزيل الشكر على هذه الكلمات والرساله المهمه، الحفاظ على التراث. بدنا نشوف مع مشاهدينا نشوف حجاتنا. اول شيء بصبح عليكم، مساء صباحكم وانتم خير والخير والبركة. وبدي بداية أتعرف على خالتي أم فايز، أو بدي أعرفكم على خالتي أم فايز عايشة شحرور. يمكن هي كثير انشهرت لأنها إحدى النساء النشطات على مواقع التواصل الاجتماعي. يسعد صباحك خالتي. يا صباح الورد، هليك. كيف حالك؟ كل عام وانت بخير. أنت بألف خير حبيبتي، حياك الله. أهلين حبيبتي. احكي لي شو اللي خلاكي تنتمي لهالفرقة وتكوني وتلفي كل البلاد الفلسطينية، واليوم يمكن نطلع لبرا، شو الرسالة اللي بتحمليها؟ تراثنا ما بدنا نفرط فيه، تراثنا تراث فلسطين، هذا ما بنفرط فيه، اللي هو لبس الزنار ولبس الشيلي وأغانينا ما بدنا نفرط فيه، لو كان عم بيسرقوهن منا قاعدين، عرفتي؟ فإحنا الحمد لله بدنا نحافظ عليهم إن شاء الله. طيب بداية إحنا راح نكون معكم مشاهدينا في عدة يعني إطلالات خلال هذا البرنامج، والآن أكيد بدنا نسمع من هالفرقة الجميلة إحدى الأغاني الفلسطينية الشعبية اللي ارتبطت بثورتنا الفلسطينية. هل في تراثنا الشعبي؟ نعم. نساء بغنوا بالأفراح أغاني مرتبطة بالثورة؟ نعم نعم فيه. طب خلينا شو عنا أغنية اليوم؟ بدي غني لك. يلا خلينا نبلش مع بعض. يلا. ولك يهودي لا تفشتي شانتي، ولك يهودي لا تفتي شانتي، ولك يهودي لا تفتي شانتي، ولك يهودي لا تفتي شانتي، وأنا أسير مروح على إخوتي، وأنا أسير مروح على إخوتي، ولك يهودي لا تفتي جوكيتي، ولك يهودي لا تفتي جوكيتي، وانا اسير مروح على بيتي، وانا اسير مروح على بيتي، ولك يهودي لفت الشنتاتي، ولك يهودي لفت الشنتاتي، ولك يهودي لفت الشنتاتي، ولك يهودي لفت الشنتاتي، وانا اسير مروح اخواتي، وانا اسير مروح اخواتي، ولك يهودي لفت الشنتاتي، وانا اسير مروح اخواتي، وعلى البادي اللي بادي مشتاق اروح على بلادي، علي بادي اللي بادي مشتاق
روح على بلادي وانا بلادي فلسطين فيها العنب وفيها الدين وانا بلادي فلسطين فيها العنب وفيها الدين فليسقط جيش اسرائيل يذبح يا جيش بلادي سقط جيش اسرائيل فليحيا جيش بلادي فيها العنب وفيها الدين فليسقط جيش إسرائيل فليحيا جيش بلادي عالرباعية 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 إن شاء الله يا الأسلام النصرة كوية 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 وعلى كل بارود في باب العمود على كل بارود في باب العمود أبو مازن مسنود جيوش كاوية أبو مازن مسنود وجود كاوية وعرى كل بنت في وادي التفاح على كل سلاح في وادي التفاح وابو مازن ارتاح النصر كاوية يا ابو مازن مرتاح النصر كاوية هو بسهول بلدنا نلعب في الخاتم نلعب في الخاتم والخيل تلعب يلا أو يا ميحي الحاكم يا باي محمود يا ميحي الحاكم خيلي تلعب يعني حقيقة أنا أبسهول بلدنا نلعب بالخنجر نلعب بالخنجر والخيلي تلعب بس نكملها نكملها قديش حلوة هالأجواء إنه إحنا نبلش فيها صباحنا مع فرقة الزنار، فرقة الزنار المتميزة بسيداتها الفلسطينيات اللي فيها أجيال مختلفة متميزين بأثوابهم بأصواتهم بأغانيهم التراثية الفلسطينية. نور هم رح يكونوا معنا مستمرين لآخر الوقت في برنامجنا الصباحي، ورح تكون معنا أيضا زميلة ريما العملة متواصلة معنا طيلة برنامجنا فلسطين هذا الصباح. نعم، وهلأ لا محطة صباحية أخرى مع زميلتنا خولة خالدي من غزة ولقاء خاص في هذا اليوم المميز اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية مع السيدة انتصار الوزير رئيس مؤسسة الشهداء والجرحى متابعة مع بعض. يسعد صباحكم زملائنا الموجودين باستديوهات رام الله وصباح الخير لكل مشاهدينا ومتابعينا في برنامج فلسطين هذا الصباح. اليوم نتحدث عن اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية يلي تقرر أن يكون في 26 من شهر أكتوبر. سنتابع تفاصيل حكاية المرأة الفلسطينية بعين المرأة
المناضلة والتي شهدت كثير من التاريخ الفلسطيني الرائع والجميل من الثورة الفلسطينية إلى نضالات المرأة الفلسطينية. هذه الرواية وهذه القصة سنستمع إليها من خلال ضيفتنا لليوم يلي حبت تستضيفنا عندها بالبيت الأستاذة والرائعة أم جهاد الوزير، السيدة انتصار الوزير، عضو مجلس وطني ومركزي ورئيس الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية. يسعد صباحك. أهلا وسهلا. في البداية نتحدث عن نضالات المرأة الفلسطينية، لربما نحتاج إلى مجلدات لنتحدث عن نضالها وعن وقوفها بجانب الرجل الفلسطيني في مقاومته ومناضلته للحصول على الحق الفلسطيني. نظرتك ورؤيتك لهذا التاريخ وهذا الإرث النسوي الفلسطيني. أولا اسمحي لي أني أتوجه بالتحية إلى كل أبناء شعبنا رجالا ونساء وشبابا وشابات وأطفال، وأخص بالذكر المرأة الفلسطينية المرابطة الصامدة، وبوجه تحية خاصة لأم ناصر أبو حميد التي نسف الإسرائيليين بيتها للمرة الخامسة للأسف. صحيح. فتحية لصمودك أخت أم ناصر. نحن بنعتز بك كنساء فلسطينيات. أكيد. المرأة الفلسطينية مرأة صامدة، ولولا صمودها وعطائها وتضحياتها ما تمكن الشعب الفلسطيني من الصمود كل هذه السنوات الطوال. بالتأكيد. طيب نتحدث الآن عن مسيرتك أنت كمرأة فلسطينية وكسيدة فلسطينية بحقب تاريخية مرت فيها القضية الفلسطينية بالكثير من المحطات والفواصل. نتحدث عن هذه الحقبة التاريخية من وجهة نظرك أنت كسيدة فلسطينية مناضلة. أولا اسمحي لي يعني أركز قليلا على يوم 26/10/1929. في هذا اليوم عقد للمرة الأولى مؤتمر في مدينة القدس، حضرته أكثر من 300 امرأة، وكان هذا هو البداية لمشاركة المرأة الفلسطينية السياسية، لأن هذا المؤتمر تحدث حول القضية الفلسطينية، خاصة أنها كانت تئن تحت الاحتلال البريطاني، وأيضا كانت تشعر بالمعاناة نتيجة المؤامرات التي كانت تحاك من خلال الهجرة الصهيونية إلى فلسطين. وفي هذا اليوم قررت النساء الفلسطينيات إنهم يشاركوا بفعالية. بالفعل المرأة الفلسطينية ساعدت وساهمت وناضلت جنبا إلى جنب مع الرجل، لأنه هي قضيتها. صحيح. لأنها هي الأم وهي الأخت وهي الزوجة وهي الإبنة، ولذلك المرأة الفلسطينية منذ هذا التاريخ وهي تناضل جنبا إلى جنب مع شعبها. يعني تجربتي يعني طبعا يمكن في طفولتي يعني عشت مأساة هجرة شعبنا من فلسطين وحضور آلاف أو مئات الآلاف من اللاجئين إلى قطاع غزة، حيث أغلقت المدارس وسكن في هذه المدارس العائلات التي جاءت مهاجرة، وطبعا فيما بعد نصبت خيام لهؤلاء اللاجئين، وأيضا التعليم كان في الخيام بالنسبة للاجئين الفلسطينيين. أكيد رصدتي بعين الطفلة التي شهدت هذه الهجرة، رأيت كيف كانت النساء، كيف كانت المرأة الفلسطينية، كيف كانت معاناتها، وأيضا كيف كان صمودها في ذاك الوقت. كانت معاناتها رهيبة، اشتغلت في كل المهن وفي كل الحرف حتى تستطيع أن تحمي أسرتها. اشتغلت في الخياطة واشتغلت في التعليم واشتغلت في خدمة البيوت حتى تحم أولادها، ووقفت جنبا إلى جنب معها في هذا الصمود. ومنذ ذلك الحين والمرأة الفلسطينية ترعى عائلتها، ولم تكن عبء على العائلة بس كانت منتجة وتربي أولادها وعلمت أبنائها. كثير من اللاجئين تخرج أبنائهم من كليات الطب وأصبحوا أطباء، أصبحوا مهندسين بفعل الأم. صحيح. التي كانت تعمل وتنفق على أطفالها من أجل التعليم وعلى أسرتها. بالتأكيد. هذا المشهد ماذا أضاف لانتصار الوزير في تلك الحقبة؟ ما الذي أضافه إلى شخصيتك أنت كمرأة فلسطينية حين بلغت أشدك ووصلت إلى مرحلة من المراحل وجدت فيها أن الشعب يعني الفلسطيني كله يمكن يعاني؟ عشت الاحتلال بـ56 لقطاع غزة أثناء العدوان الثلاثي على مصر وسوريا
وقطاع غزة. ولذلك في كان عندنا معاناة شديدة في تلك الفترة نتيجة الاحتلال، نتيجة وصول الاحتلال، نتيجة ممارسات لا إنسانية. لما كان الاحتلال أول ما دخل كان يجمع الشباب في ساحات معينة، وكثير من الشباب كانوا يقفوا وأوجههم إلى الحائط ويطلقوا عليهم النار. يتم اغتيالهم، صحيح. حدث في مدينة خان يونس آلاف من الشهداء الذين قتلوا بدم بارد من الجنود الإسرائيليين، وأيضا في شرق غزة أيضا قتل العديد من الشباب أيضا. يعني كانت معاناتنا من الاحتلال شديدة وكبيرة، ولذلك أثرت يعني تأثير كبير فيها. لكن نضالك مع زوجك السيدة أم شهاد كانت هي القصة الأبرز في القضية الفلسطينية، والتي وثقت وسجلت وأكدت على حضور المرأة الفلسطينية ونضالها في كثير من القضايا الفلسطينية المختلفة. هذه المرحلة بصعوبتها ومحطاتها المختلفة، كيف يمكن أن نستخدمها في القضية الفلسطينية بطريقة إيجابية لتكون عنوان للمرأة الفلسطينية؟ شوفي، كان الشعب الفلسطيني بصراحة قبل انطلاقة فتح وقبل حضور فتح وقبل بدء الحركة بعملها المسلح، كان الشعب الفلسطيني في غياب تام وفي لا مبالاة يعيش، وتحت الأنظمة العربية ممنوع يتحرك، يمكن أن نقول بأنه لم يكن هناك وعي، ممنوع ينظم جهوده، ممنوع يقوم بأي عمل من أجل قضيته. ولذلك كان لابد أنه أن يكون هناك هزة لشعبنا. جميل. ونداء، وهذا النداء حملته مجلة فلسطيننا اللي كانت ناطقة باسم حركة فتح. صحيح. وبالتأكيد يعني التف حول هذا النداء الكثيرين من الشباب اللي شعروا بأهمية دورهم ويجب تفعيل دورهم من أجل قضيتهم، وأنه يعني أنهم يستنوا الدول العربية والجيوش العربية أنها تيجي تحرر فلسطين بديلا عنهم. كان كلام يعني غير مقنع وغير صحيح. مجدي. صحيح. ولذلك أخذوا زمام الأمور بأيديهم. ومن هنا طبعا يعني عشت ظروف 48 وأنا طفلة، وعشت الاحتلال الإسرائيلي بال56، كان هذا دافع إلي أني أنتمي للحركة. وبالفعل يعني كنت يمكن أول فتاة تنتمي لحركة فتح، ومن خلال العمل بالحركة التقيت أنا وأبو جهاد في نفس الطريق وكملنا طريقنا الحمد لله. جمعكم هذا الطريق، الطريق المليء بالصعاب والمحطات. أكيد. التاريخية والنضالية الفلسطينية التي أكيد. ما زالت تذكر حتى اللحظة. أكيد. هنا نستذكر ونعود بالذاكرة إلى الوراء قليلا في وجود المرأة، وكان أهمية تفعيل دورها في منظمة التحرير وفي حركة فتح وفي الكثير من القرارات حتى الفلسطينية التي اتخذت في ذاك الوقت. يعني بعد انطلاقة الحركة وبدء الكفاح المسلح، حركة فتح كانت تؤمن بدور المرأة وبأهمية مشاركتها في العمل النضالي، ولذلك فتحت أبوابها واسعة للنساء. وطبعا كان هناك برامج تثقيفية وتوعوية وبرامج تدريب على السلاح وتدريب عسكري، وتمكنت يعني النساء بفتح من القيام بمهام بالعديد من المهام النضالية اللي يعني تسجل لعطاء وتضحيات المرأة الفلسطينية. جميل. الآن هناك الأسيرات، هناك الشهيدات. صحيح. هناك هناك عناوين فلسطينية معروفة حتى الآن، يعني دلال المغربي مثلا. أكيد. أنت كالسيدة يعني أم جهاد الوزير، كثير من السيدات الفلسطينية. دلال المغربي كانت قادة مجموعة عسكرية وكانت هي قائدة العملية. صحيح. طيب الآن أنت رئيس الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، هذا الدور المنوط بك حاليا أنت كسيدة فلسطينية، من خلاله كيف يمكن أن نقيم وضع المرأة الفلسطينية سواء على الصعيد السياسي الاجتماعي أو حتى على الصعيد التاريخي في هذه اللحظة؟ يعني المرأة الفلسطينية بصراحة يعني الأخ الرئيس محمود عباس صادق على اتفاقية سيداو اللي بتمنع التمييز ضد المرأة، واللي بتطالب بالمساواة بين المرأة والرجل، واللي بتطالب بحقوق كاملة للمرأة، حقها في التعليم وحقها في الصحة وحقها في المشاركة السياسية. طبعا احنا نضالنا حاليا يتركز على هذه القوانين، يعني نناضل من أجل أن تحصل المرأة الفلسطينية على قوانين منصفة تحميها من العنف، تحميها من الاضطهاد، تحميها من التهميش، حتى تأخذ دورها في كل مناحي الحياة، حتى تساهم في بناء
الدولة القادمة، دولة فلسطين الحرة المستقلة. ولذلك نضالنا بتركز حول هذه المفاهيم طبعا، حول يعني نحن نناضل حتى يعني تشارك المرأة في صنع القرار. فبالمجلس التشريعي الأول تمكننا من حصول كوتا للمرأة بنسبة 20%، والآن في المجلس المركزي والمجلس الوطني الأخير طورنا هذه الكوتا من 20% إلى 30%. ونناضل أيضا على المصادقة على القوانين، قانون حماية الأسرة من المرأة من العنف. جميل. وقانون حماية الأسرة. ولذلك جميل. هذه القوانين الآن صيغت هذه القوانين جاهزة للتوقيع. جميل. وأرسلت إلى مكتب السيد الرئيس، ونتمنى بالفعل أن يقوم السيد الرئيس بالمصادقة عليها. جميل. حتى يكون للمرأة الفلسطينية حقها الكامل، أحد حقوقها أن يكون القانون منصف لها. طبعا سيدة أم جهاد، نعلم جيدا بأنه الراحل ياسر عرفات كان جدا مهتم بوضع المرأة الفلسطينية في كثير من المواقع السياسية والسيادية المختلفة، وأيضا هناك اهتمام حاليا من القيادة الفلسطينية وعلى رأسها طبعا سيادة الرئيس محمود عباس بوضع المرأة الفلسطينية وسن قوانين تقوم بحماية وحفظ حقوق المرأة الفلسطينية. الآن وضع المرأة الفلسطينية بات يعني يظهر جليا للمواطن الفلسطيني وحتى العربي بأنه هي من أكثر المواقع العربية حصولا على حقوقها المشروعة. هل هذا يدلل على أنه كل هذا الظلم الذي حصل باتجاه المرأة الفلسطينية من قبل الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات الإسرائيلية يقابل جهد حثيث من القيادة الفلسطينية للاهتمام بحقوقها؟ يعني خلينا نحكي بصراحة، المرأة الفلسطينية يعني صحيح تشارك في صنع القرار، أحيانا بوزيرة بوزيرتين في الحكومة، وأحيانا بثلاثة. جميل. وفي بعض الوزارات كان عندنا 6 نساء. وطبعا بالتأكيد يعني نحن ندعو ونطالب الحكومة الفلسطينية أن تعمل على إقرار القوانين إذا أرادت أن تنصف المرأة بشكل حقيقي وليس فقط يعني بشكل تجميلي. لا، احنا يعني نسمع كلام طيب وكلام جميل من الجميع، ولكن حتى الآن لم يقر أي قانون لصالح المرأة. أعتقد بأنه إقرار يوم 26 من أكتوبر لأن يكون يوم المرأة الوطني الفلسطيني هو بداية الانطلاقة لحفظ حقوق المرأة الفلسطينية. هذا اليوم للتركيز على دور المرأة وأهميتها وأهمية عطائها وأهمية إنصافها. ولذلك نحن لا نريد أن يضحكوا علينا بأنهم أعطونا يوم نفرح فيه. إحنا ما ممكن نفرح إلا بعد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس ويندحر الاحتلال. بالتأكيد هذا هو الفرحة تبعتنا. أكيد. وهذا هو يوم المرأة الفلسطينية بيكون. بالتأكيد طبعا بمشاركة المرأة الفلسطينية بجانب الرجل الفلسطيني وبجانب القيادة الفلسطينية سيكون هذا أكبر وأعظم إنجاز فلسطيني. طبعا السيدة الرائعة أم جهاد الوزير، بدنا نتشكرك كثير على استضافتك لنا لليوم في برنامج فلسطين هذا الصباح، وأكيد يسعد صباحك وكل عام وأنت بخير. أهلا وسهلا. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الفقرة الصباحية. هذه عودة لاستديوهاتنا برام الله، إليكم زملائي من جديد، يسعد صباحكم. لأنني فلسطينية فأنا أبني جيلاً يؤمن بالحق والسلام، وبأن الحوار الفاعل هو أول الطرق للتغيير، وأن لا مكان للتعصب أو التمييز على هذه الأرض. أفتخر أني فلسطينية. مشاهدينا ومكملين اليوم بهالحلقة الخاصة لليوم الوطني للمرأة الفلسطينية، والآن بنضم لنا زميلنا محمد شتية من سلفيت ليعيد على نساء وكل سيدة فلسطينية بطريقته الخاصة. يسعد صباحك. صباح الخير محمد. صباح الخير نورة، وصباح الخير يارا، وصباح الخير لكل نساء فلسطين أمهاتنا وأخواتنا. طبعا اخترنا احنا اليوم فقرتنا تكون في حقول الزيتون، وما طبعا المرأة كان لها دور كبير ومساند للرجل في موسم الزيتون. طبعا راح تكون نافذتنا مع الزجال الشعبي ناظم نظام سلمان
يعرفنا عن الأهازيج الشعبية واللي يعني حكت عن دور المرأة ووصفته. طبعا دور المرأة دور كبير ومهم. طبعا راح نكون يعني دور المرأة في موسم الزيتون. صباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا بالأموم، تحياتي. يعني أولا يعني المرأة كان لها يعني حضور كبير في الأهازيج والمأثورات الشعبية خاصة في موسم الزيتون، يعني نحكي يعني لو نبذي قليلة عن هذا الموضوع. بداية طبعا المرأة الفلسطينية بشكل عام دائما هي السند الرئيسي وعنصر أساسي في حياة الفلاح الفلسطيني وفي المجتمع الفلسطيني بشكل عام. موسم الزيتون الذي ينتظره الفلاح الفلسطيني بلهفة كل سنة، هذا الموسم أهم ما يميزه أنه يشغل العائلة بأكملها، يعني جميع العائلة، الأب والأم والأولاد والبنات والصغير والكبير، زي ما بقول لفلف الصغير في السرير كلهم بيجوا وين؟ بيجوا على هالزيتون. كما نلاحظ طبعا طقوس الزيتون للفلاح الفلسطيني معروفة، عدة الشاي والضيافة العربية القهوة، وكمان في مثلا أدوات الطبيخ بطبخه، لأنه كما تعلم الفلاح الفلسطيني بيطلع من الصبح من داره بروحش للمغرب، وبالتالي هو مجبر أنه يفطر ويتغدى ويتعشى في الزيتون. يعني أكيد كان حتى أنتوا يعني في أهازيجكم أو في خلال يعني عملكم كزجالين المرأة كان لها حضور قوي. طبعا في موسم الزيتون أكيد كان يعني أنت أكيد يعني بتتوارثت الأهازيج من الأجداد. أكيد صحيح. نحكي هيك يعني للسادة المشاهدين كم بيت، يعني خلينا نقول إنها الأغنية الشعبية حاضرة في كل المواسم الشعبية الفلسطينية، فكيف لا ونحن في موسم الزيتون. بالعادة إحنا بنقول من الأهازيج الشعبية طبعا الزجل الشعبي بيكون حاضر. شو بنقول؟ فوف يا باي، والله يا أبو يا أبو كما الغربة لذنكم هزتوني، أو كما الغربة لذنكم هزتوني، وما ظني يا حبابي هزتوني، أو يا رب الكون يا رب الكون بارك هزتوني، بتعطي زيت بلون الذهب. يا باي اوف 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 اوف، فنون الادب لاحبابي بدرها، او فنون الادب لاحبابي بدرها، بليله فرح يا ضاوي بدرها، اوف اوف المراه الفلسطينيه الواضح بدرها، بتساعد جوزها بقطف العناب، الله يعطي كل عوافي او كلمات العسل صافي للفلاح ما بجافي، او طول العمر والزمان ما شاء الله هزتوني منها بنوخذ الموني، ما شاء الله عن هزتوني منها بنوخذ الموني، ومنها ببقى ممنوني طول العمر والزمان. اوف اوف هزتوني يوم تنجد الحب بنوخذ له على البد، هزتوني يوم تنجد الحب بنوخذ له على البد، والفلاح اللي بيعتد بزيته وغمان بمكان، المرأة الفلسطينية إلها منا تحية، والدي تشابك للدي وبتساعد الجزها كمان. أوف أوف إحنا بنقطف للثمار، إحنا بنقطف للثمار يا محبوبي باستمرار، وحب الأرض لنا شعار طول العمر والزمان. يعطيك العافية. أكيد توارثت بعض الأهازيج من يعني من الوالدة الله يرحمها أو جدتك، بتخص المرأة لأنه يعني دور المرأة في خاصة في موسم الزيتون دور كبير، يعني بتشارك زي ما احنا شايفين على الكاميرا، إن كان على السلم أو إن كان في تحضير الأكل أو في كل يعني إلها حضورها وبيجمل. فأكيد أنت ورثت بعض الأهازيج اللي كنت تسمعها من أمك أو جدتك. صحيح. نسمعها لو سمحت.
اوف 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 يلا يا مراهات الزوادي تنسرح سوا عارض بلادي يلا يا مراهات الزوادي تنسرح سوا عارض بلادي لجل الزيتون الاحباب النادي تبل كثمار وتا يقطفونا زيتون بلادي ما في شي منه ذكول العالم كلهم بتمنوا زيتون بلادي ما في شي منه وتيذوق العالم كلهم بتمنوا ولجل الزيتون الكل بيتغنوا وعلى كل القالب انتو بتمونا. دور المرأة يعني في هذه تشبه المرأة بالزيتون بثباتها وقوتها وإرادتها وعطائها. نقول العطاء نعم. اوف 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 يا زيتون اتنتن علي لواها او يا زيتون اتنتن علي لواها او يا ام اللي هوانا من هواها او بحب الارض يا ربي حباها او بحب الارض يا ربي حباها ما تعمرها الارض اكد لولاها الام الفلسطينيه وبصوتي بحيي وتنرضيها ترى غايه مناها. يعطيك العافيه وكل عام يعني وامهاتنا وجداتنا واخواتنا بالف خير. يعني نتمنى نكون اسعدنا الساده المشاهدين بهذه الفقره اللي يعني طبعا سلطت الضوء على يعني دور المرأة وحضورها في الأهازيج والتراث الشعبي الفلسطيني. إليكن زميلاتي. أكيد إحنا بنشكر زميلنا محمد الشي على هالإطلالة الصباحية هذا اليوم وموسم الزيتون يلي يعطيهم العافية أكيد، وإن شاء الله نكون موسم دائما نعاد بالخير والصحة. وإحنا مستمرين بهالحلقة الخاصة المخصصة باليوم الوطني للمرأة الفلسطينية، ولو نتحدث عن المرأة الفلسطينية دائما ما نذكر دكتورة ليلى غنام محافظ محافظة رام الله والبيرة وسيدة رام الله كما يقال دائما. كل عام وأنت بألف خير. كل عام وأنتم بخير ويسعد صباحكم. ولا خلينا نرجع شوي لورا. بفتخر اني اذكر مع النساء الفلسطينيات، ولكن دائما بحكي انا مش سيده رام الله ولا سيده اي مكان. سيدات رام الله وسيدات الوطن، امهات الشهداء، امهات الاسرى، الشهداء الاحياء، الاسيرات، وسيداتنا كلنا الشهيدات، نساء القدس المقدسيات، القدس درات التاج، المرابطات. لما بنذكر السيدات الأوائل وفي اليوم الوطني للمرأة بنبتدئ بالتحية لمن وقفت على أطلال منزلها خمس مرات لما هدم، أم يوسف أبو حميد أو الشهيرة بأم ناصر أبو حميد وهي أم يوسف أبو حميد، وأم كل الشباب اللي يعني بنقدمهم كل التحية. هي رمز صراحة لنساء فلسطين اللي ناضلين وأصرين إن إرادتنا أقوى من هذا المحتل، مهما هدموا رح نبني، وإحنا دائما إلى جانبها بالهدم وقبل الهدم. لما بنذكر سيدات الوطن لابد إن نستذكر سيدات. إحنا اليوم نحكي عن 90 عام، هلا رح تخلونا ربع ساعة فكرة أنتم، مش رح نحكي عن 90 عام أكيد في ربع ساعة، فبدنا أيام كثيرة بدنا نحكي عن نضالات المرأة، نحكي عن الأسيرات، نحكي عن فاطمة البرناوي، نحكي عن هبة اللبدي الصبية الصغيرة اللي بتسطر ملحمة في الصمود وبتتحدى في هذا المحتلات كله، لا للملفات المغلقة والاعتقال الإداري، لا لصمت العالم. أكيد بنحكي عن كل مرأة فلسطينية، وبنحكي عن أمي اللي بنقدم لها كل التحية في هذا الصباح الجميل وكل النساء. ولك شك انه انت قدوه دكتوره ليلى، يعني احنا كثير فخورين فيك وبنحب ان تكوني حاضره معنا بمثل هيك يوم. يعني احنا دائما بنحكي انه ما في دور بتغيب عنه المراه الفلسطينيه، يعني هي تاركه بصمات لها واضحه في كل